بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيا تشيد صرحا شاهقا على بعد أمطار قليلة من مقر الأمم المتحدة، ما دلالات ذلك؟ لم يتبقى سوى أيام قليلة على افتتاح مبنى البيت التركي الجديد الذي يعد أيقونة عثمانية على شكل زهر التوليب مزروعة وسط مدينة نيويورك بجوار مبنى الأمم المتحدة. لمتابعة هذا الحدث المهم أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. سيفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أيام أثناء مشاركته قمة الأمم المتحدة مبنى البيت التركي الجديد الذي انتهت أعمال بنائه بما يتناسب مع المكانة المتزايدة لتركيا في مدينة نيويورك التي تستضيف مقر الأمم المتحدة ويقطن فيها أكبر عدد من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. وبفضل موقعه المتميز مقابل مبنى الأمم المتحدة وسط مدينة نيويورك وشكله وتصميمه المستوحى من زهرة التوليب التركية والمنمق بالزخارف السلجوقية والعثمانية القديمة المستوحى من التاريخ التركي الزاخر، سيكون من أبرز الرموز التي تكشف عن مكانة تركيا ونفوذها المتنامي على الصعيد العالمي، فضلا عن سياستها الخارجية النشطة والفعالة. ويستعد المبنى متعدد الأغراض بطوابقه 35، والذي أصبح فور اكتمال تشييده أحد المباني الشهيرة في نيويورك لاستضافة البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض ومساكن للموظفين. مواصفات مبنى البيت التركي: تبلغ المساحة الإجمالية لمبنى البيت التركي الجديد متعدد الأغراض نحو 20,000 متر مربع، وبطوابقه 35 يقف شاخصا مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 مترا، وبجواره ساحة الأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وجرى إنشاء المبنى الجديد بتقنيات حديثة صديقة للبيئة مكان القنصلية التركية سابقا بمدينة نيويورك التي بقت فاعلة حتى عام 2013. وصمم المبنى وبني ليضم البعثة الدائمة والقنصلية العامة لتركيا وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن كراج للسيارات ومساكن للموظفين في الطوابق العليا. ويذكر أن تركيا كانت قد أقدمت على شراء المبنى من شركة IBM الأمريكية العملاقة المتخصصة في مجال البرمجيات بمبلغ قارب 3 ملايين دولار أمريكي عام 1977، وبمساهمة من وزير خارجيتها آنذاك إحسان صبري الذي شغل منصب ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة حتى عام 2013. ويعد مبنى البيت التركي الجديد أحد أكبر استثمارات الجمهورية التركية العقارية في الخارج منذ تأسيسها، بتكلفة بلغت أكثر من 291 مليون دولار أمريكي. ونفذ المشروع الذي شارك الرئيس أردوغان بوضع حجر أساسه عام 2017 من قبل شركة مقاولات تركية بالتعاون مع شركة مقاولات أمريكية، معمار سلجوقي حاضر بقوة. أرسلت الشركة المعمارية بيكنز استمان التي فازت بمناقصة تصميم مبنى البيت التركي الجديد بمدينة نيويورك كبير معماريها جونثان ستارك إلى تركيا من أجل البحث والتنقيب عن المعمار التركي السلجوقي والعثماني والخروج بأفضل تصميم يعكس روح العمارة التركية الإسلامية القديمة وإعادة إحيائها وسط المدينة الأكثر ازدحاما بالسكان والثقافات حول العالم. وبعد إتمام العديد من التصاميم المبدئية جرى الاتفاق على التصميم النهائي لناطحة السحاب على شكل زهرة التوليب التركية محاطة بزخارف سلجوقية وعثمانية التي أضافت رمزية إلى أفق مدينة نيويورك وتعكس الثقافة والتاريخ والتنوع التركي.
واليوم يمكن رؤية مبنى البيت التركي الذي يحمل الزخارف المعمارية التركية التقليدية بخاصة السلاجقة، يرتفع إلى السماء على شكل زهرة التوليب من وسط مدينة مانهاتن ومناطق إيست ريفر ولونغ آيلاند سيتي. وصمم المبنى التركي الجديد ليكون صديقا للبيئة من خلال معايير التصميم الأخضر، وجرى استلهام تصميم بوابة المبنى استنادا إلى هندسة الخانات لدى الإمبراطوريتين السلجوقية والعثمانية، دلالات عميقة. يبعث مبنى البيت التركي الجديد متعدد الأغراض والشامخ في أرقى أحياء نيويورك مقابل الأمم المتحدة رسائل قوية وعميقة عن مدى النفوذ التركي على مستوى السياسة الخارجية في أكثر من قضية وملف وأكثر من ساحة إقليمية ودولية. وبات المبنى الآن جاهزا ليأخذ دوره باعتباره أحد أبرز رموز السياسة الخارجية التركية النشطة في السنوات الأخيرة، ودورها النشط في نصرة قضايا الضعفاء والمظلومين من حول العالم. ووفقا لوزارة الخارجية التركية، سيساهم البيت التركي الجديد في مواصلة البعثات التركية العاملة في نيويورك لنشاطاتها بشكل فعال ومثمر أكثر، وفي زيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الأتراك وفي التعريف بمكانة تركيا، فضلا عن كونه مركزا لنصرة قضايا المظلومين العادلة التي تقف تركيا في صدارة المدافعين عنها ومتداوليها على الساحة الدولية. وخلال حديثه أثناء مشاركته في المؤتمر العام 26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين الذي انعقد السبت الماضي في مدينة إسطنبول، قال أردوغان تأكيدا لدور تركيا المتنامي في السياسة الخارجية: تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة، وأشار إلى أنه من الممكن رؤية تأثير تركيا بكل أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز. بذلك متابعينا الأعزاء، نكون قد استعرضنا مع حضراتكم هذا الحدث الكبير والذي سيفتتح في خلال أيام، ناطحة السحاب الشامخة والمسماه بالبيت التركي، هذا المعمار الإسلامي العثماني السلجوقي ودلالاته العميقة في أن يكون على بعد أمتار قليلة من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.